يس نصلي قلت قاعدة بهذا المكان وقاعدة اصيد السمك واللي احنا كلش فقراء ومن عندنا نشتري بالدايموند واحسن حل انه انا اجي اصيد بس زين صراحة عندي 5 سمكات اصور انها كلش كافية لعد يلا سوا خل ارجع واروح للبيت بس شو قاعدة اسمعني قاعدة اسمع صوت تليفون بس معقول يكون احد هنا قريب بعد ما اعرف يلا خل اشوف من قاعد يدق هذا التليفون يا صحيح هذا التليفون هنا موجود بس معقول يكون شخص سقط من عندي وبعد ما اعرف بس اصلا ايش راح اسوي؟ يلا خلي خل اخذ هذا التليفون بس شنو؟ صحيح قاعد يدق مره ثانيه يلا خل اجاوب على السريع نعم تفضلوا بس شنو الصوت المزعج؟ ولا هذا الصوت كلش مزعج حتى ما قاعد افتهم اي شيء وبس لا احتمال يكون هذا التليفون وقع من شخص ام ضايعه واني احسن حل انه اخذه وياي اي طبعا واحتمال راح يدقون علي مره ثانيه حتى اجاوبهم واقول على مكان التليفون بس شنو؟ بعد اسمع صوت شخص قريب علي اكو حد هنا اكو حد وحتى ممكن لحد هنا أنا. وبس هسه وقت خوش تاخر ولازم ارجع البيت لعد يلا خلي استعجل وروح جيجي يلا خلي اركض يس انا قربت للبيت وكيد اخوي جيجي قاعد ينتظرني اهلا جيجي يا جدتي رانيا اهلا رانيا شوف انا صار ايش قاعد انتظرك انا كل جوعان شوف جيجي تهتم انا جبت لك كل شوي سمك هذا السمك تقدر تشوي حتى بعدها ناكله لعد يلا اوكي خلي على السريع بالفرن يلا اشتغل الفرن شوف جيجي بابا انا لقيت هذا التليفون بالغابة عثرت عليه بس اتصور انه هو سقط من شخص وخطية ضيعها شوف اسمعني جيجي هذا التليفون ما راح يصير اني صحيح احنا فقراء ومحتاجين تليفون بس ما نقدر ناخذه هذا راح نضمه يمنا وخطية هذا الشخص من يحتاجه اكيد احنا راح نرجع له اياه ثاني عرفت بس بقى اختي يمكن هذا الشخص بعد ما نشوفه راح يصير هذا التليفون انه لا جيجي مستحيل واحتمال راح يتصل علي لان سمعته قاعد يرن ولهذا جاوبت بس سمع الصوت كلش غريب حتى انقطع بس اذا اتصل علينا مرة ثانية اكيد احنا راح نرجع لهم التليفون اوكي ما يخالف بس اختي باعي هو ما زال التليفون راح يبقى منا شنو رايك اذا ننزل بيه العاب يعني العب بيه ماينكرافت ايش تلعب بيه ماينكرافت اي طبعا جيجي من جاي اقول لك نو التليفون مو انه شو تنزل بيه العاب ولحد شو راح اسوي يعني راح تعرفين اختي احنا كلش فقراء حتى ما عندنا تليفون وهذا اول مرة يصير عندنا تليفون صح جيجي صح انا فرحانة بي بس هو هذا التليفون مو انه بس يلا اوكي جيجي اذا تريد تنزل هاي اللعبة ماكو مشكلة بس اذا اتصل علينا هذا الشخص صاحب التليفون احنا راح نرجع له اياه اوكي ثاني عرفت لعد يلا اوكي هسه لازم بس بع اختي انتظر الاكل يكمل انا راح اصعد والعب بالتليفون ولا جيجي شنو انتظر هنا حتى بعد ما يكمل الاكل ناكل انا وياك لعد يلا اوكي يلا خلينا ننزل ماينكرافت بس جيجي شنو هاي جتك رساله مو صحيح اي صحيح هاي رساله بس هاي ما شنو رساله جيجي شو خلينا نشوف هاي شنو الرساله اختي هاي الرساله تقول نزل لعبه مريم وراح تصيرون اغنياء مريم ولا لا جيجي مستحيل هي لعبة شو راح اسوي اغنية شنو لعبة وبعد اختي ايش الرسالة تقول يعني احتمال احنا نصير اغنياء ونخلص من هذا البيت المقرف الديرت ويصير عندنا بيت من الدايمون حتى نصير اغنياء صدقني ماكوش لعبة انا متأكدة وتشبيج اختي احنا خلينا نحلم لاول مرة نصير اغنياء يلا لوكي خل اقعد ولازم انزل لعبة على السريع يلا خل انزل بس شو راح اسوي هاي اللعبة بعد ما اعرف قابل يعني شو راح تعطيني دايمون لا بعد اختي هسه انا كملت تنزيل اللعبة بس شنو فتحت اللعبة شو يقول راح يجيكم اتصال بالليل اتصال اي طبعا شي بعد ما اعرف معقول راح تكون اكو مسابقة وش اركب هذه المسابقة اي طبعا ما صدق راح نصير كل الشغنية اختي بس احنا لازم ننتظر الاتصال بالليل واحتمال راح ينطونا دايموند هواية وش قاعد اسمعوني قاعد اسمع صوت تليفون قاعد يرن ابي الساعة ولا لا مستحيل بس 3 بالليل بس من يتصل بهذا الوقت معقول يكون صاحب التليفون وبعد ما اعرف يلا خلنا اخذ بشوف منو بس شنش موجود صحيح هذه لعبة مريم قاعد تتصل بس احسن حل ناخذ التليفون وروح لاخوي جيجي يلا اوكي خلنا اخذ التليفون على السريع يلا ناخذ يا تليفون يلا خلصت على السريع جيجي قعد نعم اختي شنو قاعدين بالليل شوف اسمع اخوي هذا التليفون قاعد يرن حتى مكتوب هذه لعبة مريم يلا جاوب شنو لعبة مريم لا مستحيل احنا راح نصير اغنياء جيجي راح تشوف على السريع وجاوب الو نعم شنو صوتي قاعد اسمعه ليش يشربوش وش ما قاعد اسمع شياني ايوه هاني لعبة مريم وانا اعرفكم انتو راني وجيجي حتى انتو فقراء وتدرون تصيرون كل شغنية اي صحيح انت شلون عرفتينا صحيح هاني جيجي هاي اختي راني صحيح جيجي عرفتنا شوف اسمعوني انتو تريدون تصيرون اغنياء
لازم تسمعون كلامي وايش يقولكم علي لازم تنفذوه. اي ما يخالف ما يخالف، احنا راح نسمع كلامك المهم نصير اغنياء. جيجي احنا راح نصير اغنياء مو صحيح؟ طبعا طبعا كل زين. خلنا نسمع. شوف اسمعوني ايش يقولكم علي تنفذوه، سمهمتكم تروحون للغابة وراح تلقون كيف كلش كبير، وهذا الكيف راح تلقون بيه دايموند كلش هواية. كيف كبير بيه دايموند هواية؟ لا مستحيل. بس اختي احنا نبدأ نطلع حسب الليل. اخوي هسه الساعة 3 بالليل، شو راح نبدأ نروح؟ اكيد هذا المكان كلش خطر بالغابة، ايش راح نسوي؟ لا اختي بوحي سمعيني، انتي سمعت ايش قالت هي؟ قالت انه اكو كيف بيه دايموند هواية، حتى عرفت اسمانه. بس يلا احكوا يا سيم موجود على الخط مو صحيح. اي يلا يلا خلي احكوا انه عمي يخالف مريم، احنا راح ننفذ هاي الاوامر. زين بس دير بالكم تحصن اوامري، ما تعرفون شنو راح يصير بيكم. شنو يصير بينا؟ ايش راح تسوي لنا؟ معقول تكون هذه شريره؟ انا ما اعرف اختي، بس بوحي اسمعيني، انا متاكد لا مو شريره، انا متاكد اذا رحنا لهذا الكيف راح نحصل على الدايموند. صحيح. لا يلا جيجي اسمعها اسمعها. شوفوا اسمعوني، دير بالكم تتاخرون هسه ننتظركم بهذا الكيف. يلا تعالوا على السريع. اوكي اوكي ما يخالف. يلا اختي هسه خلص انقطع الاتصال. يلا بوحي اسمعيني، بس احنا لازم نروح على السريع لهذا الكيف حتى ناخذ الدايموند. انا كلش خايفه نسمع الصوت، وصوته كلش مرعب، احس اني شريره بعد ما ادري. شريره؟ ولا لا اختي لا مو شريره، انا تاكدت انه هاي مو شريره وراح تنطينا الدايموند. جيجي يعني قصدك نروح لهذا الكيف ونشوف احتمال صدق راح نحصل على دايموند؟ طبعا طبعا. يلا يلا جيجي اوكي. بس ولو اني جيجي كلش خايف بالغابه، نتعرف طريق الغابه كلش مرعب وكلش خطر. لا لا اختي واحد يا بدله تخافين، انا متاكد اذا رحنا الحين بس اليوم راس من نروح ورا راح نصير اغنياء. كل زين نخلص من هذا البيت مالتنا. لا يلا جيجي خلينا نحط طريق الغابه وروح لهذا الكيف العملاق اللي هي خبرتنا عليه. يلا تعال. اوكي اوكي. يس هوني كلش فرحانة، بس هوني حصلت على 2 أولاد وقاعد ينفذون طلباتي. يس احنا بدنا نتقرب جيجي مو صحيح؟ يس صحيح اختي اتوقع بهذا المكان. جيجي الغابة كلش مرحبة، حتى انا قاعد اسمع بيها اصوات كلش غريبة. يس انا قاعد اسمع اصوات غريبة، اقول لك بقى اختي احتمال يكون هذا المكان بيه زومبي وبيه وحوش، انا كلش خايف من هذا المكان. زومبي وحوش وبس شو راح ندخل نعثر على الكنز؟ انا ما اعرف شو راح نسوي. بس بقى اختي انا جايب وياي سيف اضافي، هذا راح يفيدنا حتى اذا طلعنا وحوش راح نقاتلهم. كل زين جيجي ما علينا اي شيء، بس هون جيجي تعال وانا اكو درج نقدر ننزل على السريع. يلا تعال وراي. اوكي اوكي. هذا الكيف كلش عملاق وجيجي حتى احتمال ما اعرف، هذا شكله كلش مرعب. اي صحيح احنا نزلنا تحت الارض وهذا المكان كلش مرعب بالليل. يلا جيجي يلا استعجل. يلا اوكي سيدي راح نجي. سيدي التليفون قاعد يتصل. جيجي مسج مكتوب وصحي مريم قاعد تتصل. يلا جيجي جابه. الو الو تفضلي مريم. يس انت وصلت للمكان واني قاعد اشوفكم، بس لازم تدخلون البوابه العملاقه وبعدها ما تعرفون شنو راح يصير بيكم. انت قاعد تشوفينا؟ بس شنو انت معقوله تكوني انت شبح؟ شلون قاعد تشوفينا؟ صحيح جيجي شنو كل شيء الصوت المزعج من التليفون؟ جيجي هاي صار؟ ما اعرف ما اعرف وين راح الصوت، والله ما اعرف ايش قاعد يصير. بس بوحي اختي انا متاكد احنا وصلنا للكنز، احنا زلها لازم ناخذ الكنز ونهرب على السريع. جيجي تقول هي بوابه عملاقه، وين صار هذه البوابه؟ هي صحيح احتمال يكون قصد هذه البوابة. يلا تعال البوابة الوحيدة. يقول زين جيجي يلا تعال، بس زين جيجي هذا مكان فارغ وماكو اي شيء. اي صحيح ماكو اي شيء. نو بس اختي احنا وين راح نبحث؟ بس لازم نبحث هذا لحد ما نعثر على الدايموند. بس اختي تتوقعين اكو دايموند هنا؟ بس اختي قاعد اشتم ريحة طعام، هل قاعد يجي ريحة الطعام؟ جيجي ما اعرف هنا يكون اكو شيء ما اعرف، بس شو هذا المطبوخ؟ وجيجي شكله حتى كلش مقرف، ما اعرف شو طابخين. معقول يكون هذا المكان مريم هنا عايشة وقاعد تطبخ اكل النفسة؟ جيجي مستحيل، اصلا كلش اخاف من شكلها، شكلها كلش غريب ومرعب. ما ادري ما ادري، لحد احنا وين راح نروح؟ احنا ما قاعد نعثر على الدايموند. صح جيجي ماكو اي دايموند هنا، معقول تكون هذه مريم الشريرة قاعد تخدعنا واحتمال ماكو شيء. لا لا شوفي اسمعينا مريم، احنا جينا لنفس الكيف ونريد ناخذ الدايموند، وين هذا الدايموند؟ جيجي اسكت اسكت، انا اصلا ما ارد الصيحة لاني اصلا كلش اخاف من عندها. بس ايش تعال شو هذا المكان الغريب؟ حتى انا قاعد اشوف اكو صندوق. اوه لا لا مستحيل. لا مستحيل. شو جيجي؟ شو نقدر نطلع من هذا المكان؟ هذا المكان كلش عالي، شو نقدر نقفز؟ مستحيل.
كمين، هاي شو اللي شو وقعنا هنا؟ شو راح نطلع احنا؟ جيجي معقول يكون هذا كمين؟ ومريم الشريرة شمرتنا بهذا المكان؟ حتى بدأت كلش خوف من عندها. جيجي معقول تكون هذه إنسانة شريرة وراح تخلص من عندنا؟ شنو؟ ولا لأختي كافي تحجيج حاجي ترعبيني، هذا الشيء كلش مرعب. بس بعد ده شوفنا هذا صندوق. هذا صندوق. بس شنو هذا مو كنز؟ هذا بس 5 دايموند. طبعا جيجي ليش؟ وإذا 5 دايموند على الأقل راح تفيدنا. أحسن على كل شيء ما نعثر على أي شيء. لا أختي هذا قليل الدايموند، هذا حتى ما راح يكفي. بس إحنا شلون راح نطلع من هذا المكان؟ جيجي بعد ما أعرف. بس أنا صح جيجي تبولي فكرة، أكون هو ديرت، إحنا ليش ما نجمع هذا الديرت حتى نقدر نطلع من هذا المكان، حتى نسوي لمة الدرج ونسط عليه. أي صحيح، هاي الفكرة عبقرية. يلا اشتغل جيجي، خلينا نجمع ديرت. يلا اشتغل. أوكي أوكي. يا اخوي سهلش قد جمعنا ديرت، صعد من ديرت كل شويه نقدر نطلع. طبعا يلا فكره عبقريه، يلا نهرب على السريع. يلا تعالي يلا نطلع من هذا المكان. زومبي مستحيل، يلا موت يا زومبي. يلا موت يا جدول الزومبي، يلا موت موت يا زومبي، يلا موت على السريع. كل شويه راح يخلصون من عندي. لا 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 مستحيل، يلا قضي عليهم على السريع. يلا موت يا زومبي، يلا موت موت. بس هذا الزومبي بس هذا يخضون علي، حتى دمجت كل شوية. اي صحيح. لا لا بوحي اسمعيني اختي، اذا تريدين اكل هون عندي هذا السيف، يلا اكلي على السريع. انا بسوي انا اكهم بوتيتا كل الزين، يلا خليها اكلهم على السريع. يلا بوحي اسمعيني اختي، هسه مزيان قدرنا نقضي على ذول الزومبي وما قدروا يسوون لنا شيء. شوف اسمعني، وانا قاعد اسمع اصوات كلش غريبه ومرعبه. شوف احنا بعد ما نبقى بهذا المكان لازم نهرب على السريع. يلا تعالي استعجل. اوكي اوكي. يلا جيجي سحر تقرب من البيت، بس أنا كلش خايفة. مستحيل أروح الغابة بالليل، مستحيل. إيه طبعاً يلا طلعوا هذول الزومبي، حتى كان المكان كلش مرعب، بس إحنا مزيان قدرنا نحصل 5 دايموند. بس هال5 دايموند مو هوي، هي قالت راح تصيرون كلش أغنياء، بس إحنا ما صرنا أغنياء. صحيح، لولا أنا عبالي راح أتوقع إنه أثر على صندوق كامل من الدايموند، بس هذا الشيء ما صار. بعد ما أعرف جيجي، احتمال تتصل علينا مرة ثانية وتدلينا على مكان ثاني، بعد ما أعرف. إيه صحيح، لعدي الله كساني خليت التليفون هنا، وإذا اتصلت من جد لازم نحكيها ونسأل ليش مطتنا واي دايموند. طبعا جيجي احنا ما نصير نسكت، لازم نسألها. يسوني قاعدة من الصبح وقاعدة انتظر التليفون يرن حتى اجاوب، بس معقولة تكون مريم بعد ما راح تتصل علي مرة ثانية؟ يسوني نزلت. هلا اختي صباح الخير. جيجي صباح النور. اقول اشباع اسمعيني، البارحة ما اتصلت علينا مريم، ما قالت شي عن الدايموند. وشوف اسمعني، هذه اللعبة مريم اصلا ما اتصلت علينا، بس ما اعرف احتمال بعدي راح تتصل. بس جيجي سحني كل الضاجة، بس ايش راح اسوي؟ ابا اسمعيني، انا قلت اذا ما اتصلت مريم انا راح اروح يم صديقي ميجي حتى العب وياه. جيجي جيجي ونيم راح اجي وياه. حكي الله أوكي، بس شنو رأيك إذا نأخذ التليفون ويانا ليحتي ما تتصل مريم؟ طبعا جيجي أكيد راح نأخذه ويانا، حتى إذا ما تتصل علينا إحنا راح نروح ثلاثتنا سوية وراح نروح لهذا الدايموند. بعد ما أعرف. لحد يلا خلنا نستعجل وروح الميجي. يلا تعال. يلا ساني خل أطلع. ما يعرفوا شو راح يصير بيهم، يتوقعون إنه مو راح يصير كلش أغنياء، بس ما يعرفوا منه أني. أنا مريم وراح أنتقم من كل شخص يلعب اللعبة مالتي. يس احنا تقربنا البيت ميجي، يلا تعالي اختي لازم نصيح على السريع. ميجي يلا اطلع على السريع. افتح يلا الباب اطلع. افتح الباب. بس بعد اختي ما كان احد بالبيت. ايش معقول يكون ميجي طالع؟ بس جيجي وانت تتوقع طلع. باي احتمال يكون راح للالعاب، هو دام يروح للالعاب. صح جيجي، حتى احنا عندنا دايموند يعني نقدر ندفع له بالالعاب ونقدر ندخل هذا اللعب نتونس. كل زين، لحد يلا خلينا نروح نلعب ونتونس. يس احنا وصلنا، بس خلينا نشوف ايش قد سعر الدخوليه. مرحبا عمو. اهلا اهلا يا اولاد. عمو احنا نريد ندخل نلعب انا واختي، ايش قد لازم ندفع؟ ادفعوا 2 دايموند. اوكي عمو تفضل، هذا 1 وهذا 2. يلا تعال تعال جيجي ندخل هنا. ايوه هذا ميجي. هذا ميجي. اهلا ميجي. اهلا اهلا رانيا، اهلا يا جيجي. كل الزين، احنا كنا نبحث عنك بس ما عثرنا عليك، بس هسه مزين لقيناك. هاي كل الزين، بس انتوا ليش قاعد تبحثون عني؟ وشوف اسمعنا كل الضاجين، بس ما تعرف شنو صار ويانا الايام الاخيره. احنا عثرنا على التليفون بس ما تعرف هذا التليفون شنو بيه. شنو بيه؟ يلا احكوا لي على السريع، اريد اعرف شنو بيه هذا التليفون. التليفون نزلنا بيه لعبه مريم، بس هاي لعبه مريم قالت انه انا راح اغير حياتكم واسويكم كوش اغنيه. بس بعد رحنا المكان
بالكاف كلش كبير، وبعد عثرنا على صندوق ولقينا بيه دايموند. شنو؟ لا 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 مستحيل، يعني انت لقيتي على دايموند؟ طبعا، حتى هاي لعبة مريم قالت اي شخص ينزلها هو يصير كلش غني، بس هسه احنا قاعد ننتظر اتصال من عتي وما شوك راح تتصل. اه قاعد ننتظر اتصال. طبعا مساج قد حلو، لو اني عاثر على هذا التليفون كان اني صرت غني. واقف واقف انت يوم يجي من قال احنا بعدنا صرنا اغنياء، بعدني لحد الان ما صرنا اغنياء، بس قاعد ننتظر اتصال. بس يلا جيش تعال استغنى قاعد نلعب بالرمل، يلا تعال. اوكي اوكي. هيدي هسه احنا ايش قد لحبنا؟ بنشوف اسمه لما يجي، بس احنا لازم نروح نرجع البيت، نتاخر الوقت. اوكي اوكي، يلا اختي روني هسه لازم نرجع، يعني احتمال لعبه مريم راح تتصل علينا. طبعا جيجا متاكده، لان هي راح اتصلت علينا بالليل واحنا رحنا لهذا المكان، احتمال يومهم راح تتصل علينا. يلا خلينا نستعجل. لا 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 مستحيل، شنو سمعتوني؟ هاجي جيراني عثروا على هذا التليفون حتى لعبوا اللعبه مريم، واتصلت عليهم وراح يصيرون اغنياء، بس ايش قد حلو لو اني معاثر على التليفون كانوني مصرت غني وتغير حالي. بس انا جدي فكره ببالي. احسن حل انه راح اروح انتظر جيجي وراني ينامون، وانا راح اخذ اني التليفون، وانا اذا اتصلت مريم راح اني راح اخذ الكنز. يلا خلي اروح على السريع. يا ساني تقربت علي بيجي جورانية، بس ما اعرف اذا نايمين او لا، انا لازم اخذ التليفون مالتهم حتى ورا عثر على الكنز. ذاك التليفون موجود، يا يراني هم نايمة، يا فرصتي لازم ادخل البيت على السريع. يلا انفتحي يا باب، يلا انفتحي. يا ساني فتحت الباب، يلا خل ادخل. بس لازم ابد ما اطلع صوت، ولازم اخذ التليفون على السريع. يلا تعال انت يا تليفون، الثاني اخذته ولازم اركض على السريع. يلا خل اطلع. يا ساني رجعت للبيت، حتى انا جبت هذا التليفون، ولازم شو اسوي هسه؟ اه صحيح، هسه لازم العب اللعبه مريم حتى تتصل علي. بس عشان قاعد اشوف هاي مريم قاعد تتصل. يلا اوكي كل زين، يلا خليني اجاوب. الو الو تفضلي. يا للعبه مريم، ما اعرف منو انت، اسمك ميجي وانت فقير وتتصل غني صحيح؟ اي صحيح يا مريم، انا كلش فقير ورد يصير عندي دايموند. كل زين، راح ادليك على مكان ولازم تجيني على السريع، وما تجي اذا ما جيت راح اعاقبك حتى راح تخلص من عندك. لا 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 ارجو شو تخلصين من عندي، انا وعدت يا لعبه مريم انا هسه راح اجي حتى اصير غني واخذ الدايموند. يلا اوكي قولي لي على المكان حتى اجي على السريع. يا ساني تقربت لهذا المكان، هي اللعبه مريم خبرتني انه اجي لهذا المكان، ساني فرحان لاني راح يصير عندي دايموند حتى راح اصير غني، وراح اصير اغني من جيجي ورانيه. يلا خلي ادخل على السريع، بس وين هذا الدايموند؟ يا لعبه مريم وين هذا الدايموند؟ انا اريد الدايموند. بس ايش قاعد اشوف؟ لا مستحيل، هذا الدايموند موجود هنا. يلا خلي انزل. يا ساني نزلت، بس شلون راح اقدر اطلع؟ انا ما اعرف شلون، بس واني عثرت على هذا الدايموند. بس انا ما جاي بيكاكس، شلون راح اجمع هذا الدايموند؟ يس انت ما راح تجمع هذا الدايموند، انا موجوده وانا راح اقضي عليك. يلا تعال. يا ساني صالش قد قاعد انتظر اللعبة مريم، لازم تتصل علينا ولازم تقولي على مكان الدايموند حتى يتغير حالنا ونصير اغنياء. بس ما ادري اذا هي اتصلت او لا، احسن حال خلي انزل على السريع. يلا خلي انزل. يا ساني نزلت، يلا خلي اشوف وين التليفون. شنو الشكل المرعب؟ يا لعبة مريم انت قاعد تبحث عني. شنو؟ لا لا انت كلش مرعبة، مستحيل تكونين انت. طبعا اجي الوقت اللي اقضي عليكم. شنو؟ لا 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 مستحيل. يا ساني قعدت، هذا كان حلم حتى اني كلش رعبت، بس هاي جاي الصبح. يلا خلنا قاعد على السريع. بس انا هذا الحلم كان كلش مرعب، يعني احتمال يكون انه هاي اللعبة شريرة وانا ميسرة بقية. صحيح، احسن حل انه لازم انزل وامسحها من الهاتف. يلا خلنا ننزل.
يس أنا نزلت بس شو هالتليفون راني قاعد على السريع. جي جي نعم جي شو صاير؟ شوف اسمعيني هذا التليفون وينه؟ كان موجود هنا التليفون وجي جي هو بمكانه أكيد أخذته بغير مكان. شنو أنا أخذته؟ لا 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 مستحيل أنا ما أخذته. بس قبل جي جي قبل ما راح يروح التليفون شنو قبل يختفي؟ لا لا معقول يكون سرق هذا التليفون؟ بس من اللي سرقه من عندنا؟ من اللي سرقه جي جي؟ معقول يكون شخص نعرفه سرقه من عندنا؟ لا ثاني ذكرت هاي ماكو غير ميجي الشرير هو اللي سرقه من عندنا. شنو قصدك؟ صحيح احنا ربع قلنا احنا راح نصير اغنياء واحتمال اللي اسمع هذا الكلام هو ايش يسوى؟ لا لا مستحيل انا اسكت عليه. يلا تعالي على السريع احنا لازم نروح عليه وناخذ من عند التليفون مستحيل بقي يمه. طبعا جي جي يلا تعال. يس احنا تقربنا البيت ميجي يلا استعجل اخت يلا افتح الباب افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب. شوكي احد معقول يكون طالع ميجي وما عفوني كل الظل بالي. لا لا خلي افتح الباب اختي تعال شوف هالصور المرعبه هاشو الصور المرعبه. يصح شنو هي مثل بافلام الرعب بس شنو انا اسمي مريم. جي جي هذه اللعبة مال مريم انا متأكدة. شوفي انا متأكد انه ميجي اخذ التليفون من عندنا وجابه بهذا المكان. شنو يصح جي جي هذا التليفون؟ صحيح ميجي نفس ما قلت انه اخذ التليفون من عندنا بس معقول تكون مريم تخلصت من عندي؟ انا بديت اخاف. شنو واني حتى هم كلش خايف انا ما اعرف شو راح اسوي. شوف اسمعني اختي انا متأكد انه هاي اللعبة كلش شريرة حتى مستحيل ابقيها بالتليفون احسن حل لازم نمسحها على السريع شو تقولين؟ ايه طبعا جي جي ظلت افكر لا عاد يلا امسحها على السريع يلا امسحها يلا يلا امسح يا اللعبة يلا اوكي يس مسحت اللعبة من الهاتف. بس انا كش مقهورة على ما يجي جي جي شنو تتوقع شنو اللي صار بي؟ انا ما اعرف بس ايش قاعد يصير؟ اتصال مستحيل هاي مريم لا لا مستحيل جي جي زين ايش راح نسوي؟ يعني لازم اجاوب الو الو يا لعبة مريم انا جي جي يعني مريم شوفوا اسمعوني انت لازم تنفذون كلام اللي اقول لكم عليه واذا حصيت اوامري ومسحت اللعبه مره ثانيه راح اقضى عليكم. لا لا احنا نوعدك ما راح نمسح اللعبه بس ارجوك نريد نعثر على صديقنا ميجي صديقنا ميجي مختفي. كل الزين اذا تريدون تعثرون على صديقكم ميجي بس راح ادليكم على مكان ولازم تحضرون. مكان ما يخالف ما يخالف تجي ما يخالف خلي اي مكان قلنا عليه مشينا ننقذ ميجي احنا ما يصيرش نسكت. يس احنا وصلنا لهذا المكان يلا تعالي اختي لازم نبحث عن ميجي ولازم نساعده. جي تعرفوا وين راح انا كلش قلقت. يس صحيح هذا المكان كلش كبير. هذه مريم لا مستحيل لازم نقطع عليها السريع بس شنو هذه كلش قويه يلا موتي موتي يا مريم يووو قدام ننتصر على مريم حتى أنا كلش فرحانة بشوف اسمع أخوي احتمال هذه مريم الشرير راح ترجع لنا مرة ثانية أحسن حنا نتخلص من الهاتف نقضى عليه يلا تعال. بس وين راح نتخلص من عنده؟ شفنا أكو لافة يلا باي باي يا مريم باي 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 باي. يووو أنت أختي عبقرية خلصت من الهاتف بعد ما نشوف مريم. بس ما عرفوني وين ميجي صديقنا أنا كل الظل بالي عليه. ميجي أنت وينك ميجي؟ ميجي أنت هنا شو قاعد أشوف هنا؟ اختي بعنا ناكو كمين ياتي ميجي شفته يصحي ذاك ميجي ميجي تسمعنا ميجي شوف اسمعنا اخوي احنا ما يصيرش نسكت لازم نجيب لنا حبل حتى ننقذ ونطلع من هذا المكان احنا ما يصير نسكت. اوكي اوكي يلا اختي انتظري ناس راح اجيب حبل على السريع يلا خلنا استعجل. يا ميجي هسوني كلش فرحانة نقدر ننقذك من هذه مريم الشريرة شو هسه قضت عليك بس همزي انت بعدك هايش. صحيح يا جي جورانية انا كلش اشكركم لان انتو اصدقائي وانتو ساعدتوني حتى ارجوكم سامحوني انا اخذت هذا الهاتف بس رديت اصير غني. شوف اسمع ميجي انت اصلا تهتم احنا اصلا مسامحيك بس جي احنا همزي قدرنا نطلع هذا الهاتف حتى مسحنا اللعبة وقضينا على هذه الشريرة. صحيح هسه بعد مستحيل ترجع لنا مريم بس باقي يوم يجي انت بدلة تهتم احنا راح نحاول نعثر على الشغل حتى تتغير حالنا. بس يلا اختي خلنا نطلع على السريع حتى انا فرحان تخلصنا من هاي مريم. جي جي بعد مستحيل العبها مره ثانيه. بعد يلا جي تعال لازم نروح البيت